مركز بحوث الدراسات الكويتيه يمتلك معمل مجهز لترميم وصيانه وثائق التراث الثقافي في دوله الكويت واللي يبلغ عددها في المركز 20 مليون ماده وثائقيه بعض تلك المواد حصلنا عليها من بعض الاسر والعائلات الكويتيه والبعض الاخر عباره عن ارشيف لبعض المؤسسات والمؤسسات الحكوميه في الدوله كما نقدم خدمات الترميم والصيانه ايضا للعديد من المؤسسات الثقافيه والافراد في دوله الكويت للحفاظ على مقتنياتهم الثقافيه والتراثيه طبعا غالبا ما تصل الينا مواد التراث الثقافي تالفه نتيجه لظروف التخزين السيئه او بسبب الممارسات الخاطئه التي تساهم في اتلاف تلك الوثائق. وعلى النقيض تماما هناك العديد من الوثائق اللي حصلنا عليها من بعض الاسر والعائلات الكويتيه كانت محفوظه بطريقه عجيبه وقريبه تماما، كانت هناك أوعية خاصة لحفظ تلك الوثائق محكمة الإغلاق لإبعادها عن الكائنات الحية الدقيقة والحشرات والقوارض التي قد تفتك بها كما استخدمت أيضا أوراق النباتات النيم والتب بين أوراق هذه الوثائق لأن كان هناك معتقد بأن إمكانية تلك المواد في تثبيط النشاط الهرموني للحشرات ومنعها من التكاثر وممارسة نشاطاتها الحيوية على هذه الوثائق أيضا من خلال المجموعة اللي حصلنا عليها من مكتبة الكويت الوطنية حصلنا على عدد كبير من المخطوطات هذه المخطوطات أيضا تم معالجتها وترميمها في القرن الماضي باستخدام شخص كان يدعى الحباج كما يطلق عليه باللهجة الكويتية هذا الحباج كان شخص يحترف مهنه ترميم واصلاح الكتب التالفه بالاعتماد على الادوات والمواد البسيطه وكان يستخدم قصاصات الاوراق وبقايا الكتب الباليه في ترميم صفحات المخطوطات واغلفتها، كما استخدمت ايضا وصلتنا بعض المخطوطات او الوثائق الغريبه التي كانت استخدمت اجزاء من جذع النخيل لحفظ الوثائق فيما بينها. هذه الوثائق بمجملها كانت تعاني من مشكلة واحدة وهي استخدام الحبر الحديدي في كتابة هذه المخطوطات نتيجة لظروف التخزين السيئة الممارسات الخاطئة التي التي تمارس بحق هذه الوثائق ساهمت في ظهور العديد من علامات التلف على تلك الوثائق الناتجة عن وجود الحبر الحديدي ووجود العديد من المحفزات والعوامل المساعدة التي ساهمت على تأكسد أيونات الحديد والتأثير على الوثائق طبعا في البدايه لا يمكن فحص تلك الوثائق بالاعتماد فقط على العين المجرده من الصعب جدا تحديد المخاطر لذلك نعتمد دائما على استخدام الميكروسكوبات والعدسات المكبره والاجهزه الحديثه في فحص الوثائق وتحديد عناصر التلف في الوثائق المكتوبه بالحبر الحديدي طبعا غالبا ما ما يكون التلف الناتج عن وجود تلك الاحبار تكون الهالات اللونيه حول مناطق الكتابه تكون رواسب على الأسطح إضافة إلى وجود فقط في بعض الأجزاء من النصوص كل هذه المشاكل تحتاج إلى عناية فعلية في البداية كنا نستخدم الطرق الكلاسيكية في المعالجة التي تعتمد على استخدام المعالجات المائية مثل استخدام الماء أو الماء مع الكحول أو إزالة الحموضة باستخدام عناصر الكالسيوم أو المغنيسيوم كانت فعاله جدا في حل المشكلات ولكن العديد من الدراسات اثبتت بعدم فعاليتها وامكانيه تكرار المشاكل نتيجه لعدم فعاليه الماء في منع تكرار تاكسد الحبر اضافه الى دور الماء في نقل ايونات الحديد الى خارج مناطق الكتابه ومناطق قريبه او حول الكتابه تساهم ايضا في تلفها وبالاضافه الى ذلك نقل احماض الكبريتيك الناتجه من عمليات التاكسد ايضا الى خارج تلك المناطق مسبب العديد من التلف استخدام ازاله الحموضه باستخدام الكالسيوم او المغنيسيوم ايضا للعديد من الاثار لان احنا نحتاج ان احنا نستخدم كميات كبيره جدا من تلك المحاليل هذا يؤدي الى اساله الحبر يؤدي الى تغير لون الحبر استخدام المغنيسيوم يساهم في رفع قيمه الاس الهيدروجيني للوثيقه لدرجه عاليه تتجاوز تتجاوز الثمانية بعدها تبدأ البناء الداخلي للوثيقة تبدأ سلاسل السلولوز بالتكسر والتفاعل فبعد فترة من الزمن خلال عشرين أو خمسة وعشرين سنة راح نبدأ بملاحظة العديد من عوامل التلف التي سيصعب معالجتها أو الحد منها لأن راح تكون الوثيقة تدهورت بشكل تام بعد ذلك آه توقفنا تماما عن استخدام تلك الطرق، المواد التي تم ترميمها باستخدام تلك الطرق تخضع دائما للفحص والمعالجه للفحص الدوري لملاحظه اي تغير قد يطرا عليها ويمكن مثل ما شفتوا بالبرزنتيشن بالبرز في المجموعه اللي ترممت هي 2012 لغايه الحين في 2019 والحمد ولله الحمد ما ما تعاني من اي تلف ولا تعاني من اي تغير ولم يطرا عليها اي اي شيء يعني مثير الخوف من استخدام تلك الطرق ولكن ابتعدنا عنها للحفاظ على الوثائق لجأنا بعد ذلك لاستخدام الكالسيوم فايتيت الكالسيوم فايتيت ميست بان يساهم في القضاء على ايونات الحديد الثنائيه والثلاثيه اي ويثبت نشاط الحديد يمنع الحديد من التفاعل او التاكسد ولكن قد يسبب بعض المشكله بسيطه وهي تكون بعض الرواسب البيضاء على سطح الوثيقه التي من الممكن التخلص منها بغمر الوثيقه في حمام مائي، انا من اشد الناس المعارضين لاستخدام الحمامات المائيه وغمر الوثائق لان التلف هذا راح يكون راح تظهر نتيجة بعد فترة من الزمن لذلك لجأت إلى استخدام طريقة أخرى هي استخدام المواد الهلامية أو الجل مثل مادة الأجار مادة الأجار هي مادة مستخلصة من الأعشاب البحرية والطحالب تحضر بإضافة الماء أو الكحول أو الكالسيوم فايتيت. تتميز هذه الطريقة بأن ممكن أن احنا نستخدمها في معالجة فقط الأجزاء التالفة من الوثيقة دون تعريض باقي أجزاء الوثيقة للمعالجات الكيميائية والمواد الخطرة التي قد تفتك بها بعد فترة من الزمن. طبعا هناك العديد من المعالجات اللي نحن نستخدمها في المركز، ولكن ما في مجال لذكر هذه الوثائق والتوسع فيها، ولكن من اهم الطرق اللي دائما ان احنا نحرص عليها هو الحفظ الوقائي، حفظ الوثائق في اوعيه مناسبه، ظروف بيئيه مناسبه، درجات حراره ونسب رطوبه لا تتعدى ستين 60%، لازم انه يكون هناك فحص دوري يومي لتلك الاماكن، لمنع اي اختلال او اختلاف في درجات الحراره او نسب الرطوبه ممكن ان انه يسبب التلف على المدى البعيد الفكره بال2017 شفنا انه نحن بلبنان وليس فقط كمجموعه عم بشتغل لوحدنا عم نشتغل مع كل الجامعات وكل المجموعات الخاصه الموجوده بلبنان بالمنطقه بلبنان وشفنا انه هالشيء لازم يجمعنا ما لازم يكون عنده غطاء حدا الغطاء الواحد انه يكون في عندنا مركز خاص لا يبتغي الربح لا يطلب مصاري ولا يطلب الدعايه وكان في عندنا هيدي الفكره هو البيت غازو اللي كان هو مدعوم من السينار الفرنسي والاوفر دوريان مؤسسه بتسائل الكنيس الشرقيه مع البطريركيه السريانيه ببيروت فكان عندنا هالمركز اللي بيشوفوه حوالي 1400 متر مربع من اثنين طابقين هو الطابق الاول اتوليه يستوعب الى حد 22 شخص عم يعملوا الدوره وسال للمحاضرات بعد في عندنا طابق ثالث كرمال بقى بنحضره بعدين تيصير في عندنا دي الهدف الاول والاساسي مش نساعد مجموعتنا الخاصه صرنا سنتين عم نشتغل بعد ما اشتغلنا شيء لمجموعتنا الخاصه عم نشتغل للمجموعات اللي هي بامس الحاجه للترميم ومش عم ندفع مصاري عم نشوف الحاله تبعولا عم ندرس الحاله عم نعمل مشروع لالها عم نجيب التمويل ومش نحنا عم نعمل الريستوراسيون نحن عم نعمل الاشخاص نجيبهم الاهم شيء نعمل فورماسيون للعالم الاخصائيين يبقوا بلبنان مش نستورد من برا خبرات لان بدها تفل هيدي الخبرات الخبرات بدنا نجيب الناس لكل مكتبه خاصه اللي كذا حدا طرح الموضوع في مكتبات لا تؤمن انه تعطي الوثيقه تبعولها او المخطوط تبعولا هيدي المشكله مشكله العرب وهيدي المشكله ما رح تنحل على زمننا ان شاء الله تنحل هيدي المشكله بدنا نحلها الحل تبعولا انه هالناس اللي عندهم نجيب شخص نعلمه ونقول له تفضل روح المشكله الثانيه اللي واجهتنا هي انه وين ما عم تبعتوني بعد ما عم تعملوا التدريب ما عندي انا مشغل قلنا له تفضل هيدي المواد وهيدي المشغل جيب البروجي تبعولك هيدي الكازية تبعولك حط المخطوط حط الارشيف قفل خد مفتاحك خلصها وخدها معك هيدا بيبقى في عنده امانه للشغل اللي عم يشتغله وبيحس انه نحن منا بحاجه لنا نحفظ صوره يحفظ صوره بنعمله صوره ياخذها هو منا مؤهلين تنحفظ صور هيدي موهل يمكن المكتبه الوطنيه السجل اللي كذا حدا حكى عنه آه للدوله احنا الاهم الأساسي. مشكلة الوعي لشو هو معناته مخطوط وشو هو معناته أرشيف وشو هي معناته خشبي المشكلة الأساسية عندنا عند العرب لا نفهم أو ما في عندنا هالتوعية الكبيرة شو معنيته المخطوط أو الأرشيف وهل هي تحمل إلنا تاريخ أو مش تاريخ كرمال هيك عم نشوف في جلسة حكى فيها ترافيك بيع الكتب في ناس بيعطوا الكتب المطبوعه الجديده بس بيحافظوا على المخطوطات تيعملوا منها مصاري، هيدي مشكله كثير كبيره عندنا، هيدي بدنا نحلها، ب نحن هالمركز هيدا مش بس للتدريب فقط والكونفرنسات ولكن الاساس الاساسي عندنا نحن كبرنا والكبار مش مستحيل ترجع تغير له رايه او تغير له راسه نحن عم نشتغل مع اولاد المدارس المدارس سبع سنين ثمان سنين عشر سنين لل عشر سنه عم نعلمهم انه تعالوا شوفوا المسوا بايدكم هون التاريخ تبعنا هيدا تاريخ البلد اذا نحن عم نحافظ عليه عم نحافظ لتاريخك لالك ليوم من الايام بنرجع بنحكي على شيء اسمه سجل دولي في 200 300 سنه مش تنرمم بس تنعرف شو في عنا بس مش اكثر وتنقدر نربي نع... جيل يفهم شو هو التراث احنا بلشنا شيل كلمه الدعم احنا بلشنا بالحفاظ على التراث بال... بالتيتر تبعنا يمكن حاطين كنائس الشرقيه ولكن نحن عم نشتغل مع كل الناس من كل الفئات من كل المجموعات مسيحية إسلامية من كل المجموعات لأن التراث ما إلو دين قلوا بس خبرة تحفظ على البلد بس بدي أحفظ لبنان بدي أحفظ لبنان بكل مكوناته ويعطيكم على الفعافية بدأت تتوسع فكرة تصوير وتجميع التراث في كل فلسطين فجمعت المؤسسة وتوجه الناس بشكل طوعي يعني ما يميز تجربه مؤسسه احياء التراث او ما, ي... ما... ما تجربتنا في فلسطين ان الوثائق سبقت المؤسسه في اغلب الدول وجدت المؤسسه ثم بدات تجمع الوثائق نحن عندنا العكس نحن وجدت الوثائق وكانت موجوده ومن وث... ثم عملت أو, 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 او اسست المؤسسه في عام 96 وعند دخول السلطه الفلسطينيه تم تطوير المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة واستحداث استحداث بعض الدوائر التخصصية مثل دائرة الوثائق العثمانية وهي الدائرة التي تعنى بإدارة وتنظيم وثائق الفترة العثمانية من سنة 1516 ل 1917 وهذه الوثائق عددها تقريبا 350 ألف وثيقة دائرة الوثائق العربية والتي تعنى بالوثائق اللي هي ما بعد 1918 وفيها ما يقارب مليون وثيقه وهذه الوثائق تتناول الموضوعات المختلفه في فلسطين من جميع جوانب الحياه استحدثت دائره الترميم عام 1996 واستطاعت ان ترمم تقريبا ربع مليون وثيقه من مجمل الوثائق الموجوده في المركز وهي تلعب دورا هاما في توعيه المكتبات والمختصين في موضوع الترميم هذه مثال على مخطوط متحجر كان في المؤسسة وكيف أصبح بعد أن تمت معالجته طبعا بكفاءات محلية بكفاءات محلية استحدثت دائرة الأبحاث والدراسات وهي تقوم بإصدار البحوث التي تعتمد بشكل أساسي على وثائق المؤسسة على وثائق المؤسسة لذلك تميزت هذه الدراسات أظهرت تقريبا 90 دراسة, عن تاريخ فلسطين وتاريخ المنطقة وكانت مميزة بحيث أنها نالت على العديد من الجوائز الدولية والعالمية والفلسطينية دائرة المكتبة والمخطوطات إحدى الدوائر في المؤسسة التي فيها عشر ألف كتابا و2000 كتاب من نوادر الكتب أوائل المطبوعات التي كانت في فلسطين وفيها أيضا 700 مخطوط أصل و6000 مخطوط مصور بالإضافة إلى ذلك يوجد في المؤسسة في دائرة المكتبة أرشيف صحافي لكل ما صدر في فلسطين من صحافة كانت فلسطين من أوائل أو يحيافة تحديدا من أوائل البلاد التي صدرت فيها الصحافة في الوطن العربي في مثل صحيفة الدفاع والجهاد وفلسطين وهذه الجرائد لا زلنا نحتفظ بها المكتبه توفر نسخه من سجلات محكمه القدس الشرعيه للباحثين ننتقل الى اليات الحفظ وصلنا الى مرحله نعدها يعني ليست كما نطمح ولكنها جيده الى حد ما بحيث استطعنا توفير خزائن لهذه الوثائق توفير صناديق حفظ خاليه من الحموضه ونراقب ونص... الحموضه نراقب الرطوبه والحراره ويوجد نظار اطفاء بالغاز استبدلنا كل الصناديق البلاستيكيه بصناديق كرتونيه لكن لا ندعي انه انتهى في موضوع الرقمنه استطعنا تصوير تقريبا نصف محتويات المؤسسه يعني تقريبا مليون وثيقة تم تصويرها لكن لم تفهرس إلكترونيا يوجد فهرس يدوية لكن لم تفهرس إلكترونيا بالنسبة للميكروفيلم أغلب موجودات المؤسسة موجودة في ميكروفيلم تلعب المؤسسة دورا في بتعاون مع المجتمع المحلي بحيث انها بتساعد الناس بالحصول على الوثائق وترميم وثائقهم وتعليمهم كيف يتعاملوا مع هذه الوثائق طبعا بتنظم المؤسسه معارض تخص الصور والوثائق Malik National Library and Museum. Uh, it uh, was founded by Haj Hussein Agha Malik. Uh, Malik's collection. The first group of his collection included historical, literary, scientific, and philosophical works Of uh, which there is either no other copy or uh, few copies kept in large libraries of the world. The second group uh, includes books uh, which have been uh, transcribed by the great calligraphers in Iran and uh, the other Islamic countries and have been uh, illuminated by uh, talented artists. Some of, the monies, uh, some of the masterpieces of, uh, on Iran and India that have uh, been transcribed by uh, great scribes, and uh, scribes are being kept in Malik Library. Uh, for example, uh, works by Yahut uh, Musa Mir Emad, Ali Reza Abbasi. Uh, or works uh, transcribed by Bisongur Mirza, the grandson of uh, Shahrukh, Shahrukh Gurkhani, the third king in the Timurid dynasty. Also, unique copies of uh, books uh, commissioned by the Gurkhani royal uh, court in India, uh, which belonged to people like Akbar Shah uh, Gurkhani, are being kept in the Malik uh, Library. Malik Library also includes printed books and uh, periodical, like as magazines and uh, newspaper, uh, which are of uh, se uh, secondary significance. Malik National Library and Museum was uh, stationed uh, at Malik's uh, historical house until uh, 1966. From that year. Uh, the center was uh, transferred to a new building uh, in the central part of Tehran, and uh, has expanded uh, its activities. Uh, the meeting uh, combination, com companion of uh, museum and library, is a great opportunity from reference uh, of cultural studies point. Uh, cultural studies point of view and uh, a knowledge that have not had similar from, uh, similar f uh, forms in your country in our country also many of uh, museum uh, may own libraries they are normally a place to collect texts uh, related to the uh, content of the museum in order uh, in order for the museum uh, experts or uh, researcher visitors to provide a chance to study. One of the most important parts of uh, our institute is uh, conservation and preserv preservation. Department. Preserved and uh, cooperated the artwork in Malik uh, collection by uh, scientific and artistic uh, methods during several, several years but unfortunately because of uh, sanctions and uh, economic crisis our work is difficult to do uh, the procurement of materials and equipment is difficult especially tissues paper and free acid paper glue and etc we make some of uh, it in the lab or replace with other uh, materials, the result of uh, or laboratory research, for example, uh, polypropylene tissues instead of uh, free acid papers for covering, for covering uh, of artifacts, <laughs> or some herbal uh, extracts like as peppermint or savory, uh, savory it's a plant, uh, sat uh, satoria hortensis instead, team team, and we make some specialist tools in the um, um, institute. But working in this condition is uh, getting harder and harder, especially because we have uh, little access to the new scientific result uh, of the world. Uh, fortunately of course we also use the uh, facilities of other uh, Iranian laboratories like as FTIR and XRF XRD etc uh, in uh, book bentry we uh, integrate new techniques of uh, boundary and uh, restoration with uh, traditional boundary and we have a devised method that, uh, preserve the traditional book but without a uh, traditional problem one of our main goals and uh, tasks in this department uh, preparing updating and uh, implementing of uh, preservational style guides uh, constant control of uh, temperature humidity and light and etc uh, in uh, a stack of artifacts and um, uh, museum halls to minimize uh, physical damage uh, due to the passage of time. the mission of icrom should provide member states with the best tools, knowledge, skills, and enabling environment with which to preserve their cultural heritage in all its forms for the benefit of all people and we are coming to address documentary heritage and we have heard here over the last two days documentary heritage is at the core of our societies it's crucial to sustain societies and yet it's very fragile it's short-lived so most of these uh, audiovisual materials and the acidic paper we have in our libraries and archives they are short-lived and they are exposed to a variety of threats from conflicts to natural phenomena of different nature uh, theft and the chemical deterioration of the materials itself pests you name it uh, floods etc so the core question here at this presentation is how do we prioritize we know that institutions do not have resources to tackle all the risks simultaneously so, it's uh, imperative that we have uh, uh, sound, effective tools to make priorities in order to use this resource in an effective manner to preserve this heritage for future generations. So, do we want to bring this documentary heritage to the future generations with the minimum loss of value possible? And to that end, and serving all typologies of heritage icrom has developed a methodology for risk management of cultural heritage and you can look uh, uh, there are publications available on the website it's also in arabic so it's in multiple languages that takes all the, the steps so you can look more closely there but the main goal of this uh, methodology is to pr uh, provide tools conceptual tools and the best practice to approach this issue of prioritization in, in a given context, we know that the risks vary depending on the context where the heritage is embedded. So the the steps there to start with, we need to understand what's the value of this heritage. Imagine a collection, a library collection, an archival collection, and how is this value distributed among the comp among the components that make up this collection, right? Also spatially. If we want to prioritize to understand the impact of different kinds of uh, phenomena or actions on, on this collection, we have to understand how the total value of this asset is distributed among the parts, also spatially. Then the next uh, important aspect is to have a, a global understanding of all the risks that affect this collection. So leave no risk behind many times institutions they have a partial view of risks in terms of only uh, conflict or only humidity and temperature maybe they forget about the fire and then maybe there's a, a body of water a river nearby earthquakes so we, we want to have a full understanding of what are the threats to this collection and to do that we have some conceptual tools you can see in the manual we what we call the agents of deterioration, and also we have to look at the different layers of enclosure around these heritage items, from the box to the cabinet to the room to the building to the surroundings and to the broader, uh, wider geographic region. So identify all the risks, and on top of that, to be able to compare and prioritize, we need to know how big these risks are. Right? So, the methodology also includes uh, quantitative analysis of the risks in terms of uh, if we're talking events such as theft or an earthquake or flood. So, how often do they affect this heritage? Or what's the probability of happening? If we are looking at uh, ongoing processes such as uh, chemical deterioration, we need to understand how fast they go. We saw a presentation earlier today. On uh, some typologies of audio uh, formats that last 20 to 50 years, right? Acid paper, it, we are talking 100 to 200 years, and then uh, uh, rag paper, lining paper, is, is thousands of years. So we need to understand the lifetime of these materials to be able to quantify the risk. We also want to understand how much of the collection is affected by each risk. Do they affect the entire collection or only one room, only one cabinet, or only one item? So that's also crucial to be able to understand what's the impact of each risk on the collection. And then the severity. When it happens, is it going to destroy the affected items or is it going to be just some kind of change? For instance, if we compare damage by water with damage by fire, fire is much more damaging than water in general. So we need to understand also the severity of, uh, of the, um, uh, the each risk, no, of the impact. And again, uh, back to heritage collections, and then I'm talking now to archives and, and libraries, the paper-based collections. The bulk of collections today in, uh, in archives in libraries is made of acidic paper. And this paper, it has, if we look to the future, a hundred years time. 200 maximum. After this time, it will be so fragile that we won't be able to handle it anymore. So we need to act now. Audiovisual collections, even shorter lifetimes. So the time to act and to plan is now. And indeed, I've, did, I've done some risk assessments at the National Archives from Brazil, where I come from, for instance. At the top of the, the risks, there are fire fire is, is a big risk always a big risk for library and ar archives it can be uh, prevented through maintenance like uh, electrical system and safety procedures the, when you do renovations etc and it's always a big risk easy to tackle so fire is one and the other big one that we always come across is the chemical deterioration of the collections because we know they have this short lifetime right and then often you have like 20 to 50, 80 risks affecting one collection. How do we prioritize? So, when we analyze this risks to prioritize and then to take action, right? Once you prioritize, you know what are the key risks, then the next step is to make effective treatment. And for that, there's a logical framework from prevention to uh, restoration. So, we start with avoid the problem. Or blocking the agents that cause deterioration, detection, prepare to respond, and recover, which is restoration. So, in this logical framework, restoration is the least effective. We'll have to focus on prevention, right? Prevention measures, they are the most effective ones. And you can see all that uh, in the method. Um, and last, last aspect by doing risk management and talking about the value. Of the collection, we are able to do cost-benefit analysis, which is very important to fundraise and to demonstrate the effectiveness of our measures. We can say we reduced so much risk per dollar or per monetary unit invested, or we we managed to preserve this fraction of the value of the heritage by each dollar invested. So this is very important when we're going to talk to the financial department. Or also ask for fundraising. A last point uh, about uh, um, risk management in times of, conf of uh, crisis. ICROM has publications also; it's all on the website, right? It's also in Arabic. And uh, manual for evacuation of, uh, of objects. There's a manual on first aid and resilience for cultural heritage. So, if you are interested on that, there's a lot of uh, resource on the website.